ليش العراق بعمره ما برد يوم سلاحه مو علي وطن الاكبر علي امه مد جناحه موجود لحد ينخى شالت نسر بيريته تسيسه يوم التاريخ من اول الثالثة دول الوفه ودول العفه وتعرفه واسم باسم كل واحد وارشيفه مصنع زيل الشدد كل واحد وتصنيفه طبعا احنا اليوم متواجدين بالقاعده العراقيه قاعده تاجيل الطيران الجوي العراقي. احنا مسوين او مشتغلين عمل وطني بمناسبه عيد الجيش دعما لقواتنا الامنيه والبطولات اللي قدمتها وتحرير بلدنا من الانجاس الدواعش، وهذا اقل شيء نقدمه لهم واحنا محتفلين بهم اكيد. وهذا اذا يدل على انه رد جميل لهم، لأن اللي قدموا التضحيات اللي قدموها إنه هذا أبسط شيء نقدمه لهم، لكن من باب المسؤولية ومن باب إحنا اختصاصنا الأناشيد والقصائد أقل شيء نقدمه لهم وإحنا مقصرين وياهم. الله يحفظهم، الله يحفظ العراق إن شاء الله، الأمن والأمان على بلادنا، وكل عام وهم بخير. مطلع الإنشودة شو يقول؟ يعني مطلع القصيدة يقول فوج فوج الجو حلالك سنة اليوم بسنة ومحدنا لهذا الوطن فن الغريب لوحة رجال السماء صاروا حمى بكل موسمة طاروا فرح بالجو تطيب جروح الشعب العراقي والقوات المسلحة كافة تشكيلاتها وصنوفها والحشد الشعبي أيضا لهذه المناسبة، مناسبة تأسيس الجيش العراقي. أول واحد نزلت بيجي وأول واحد نزلت سوت نزال في منطقة الرمادي، يعني سوينا أمور هواية كثيرة يعني صراحة اللي أنقذت بها أرواح ومدنيين أبرياء، يعني خصوصا في يعني بعض المناطق اللي كانت محاصرة. نعم، مثل مدينة أمرلي يعني صراحة جلينا كثير من الناس المدنيين من أطفال ونساء، مثل ما تعرفون كانت محاصرة من جميع القرى دار مدارها، فاستطعنا بذاك الوقت نكون جسر جوي يعني نوصل لهم المؤن والسلاح لباقي القطاعات العسكرية والحشد آنذاك في ذلك الوقت. سيادة المقدم، يعني بعيد الجيش العراقي خصوصا أبطال طيران الجيش، يقول لكم شكرا لكل ما قدمتوه، شكرا لأنكم حفظتم أرواح الأبرياء المدنيين، شكرا لأنكم كنتم جسر جوي في أخطر وأصعب الظروف، شكرا لأن أنتم يعني أنطيتوا الأمل لكل القطاعات الأرضية اللي موجودة. مشاهدينا الكرام، من قاعدة التاجي الجوية.